الابتعاد عن الملاعب لسنوات طويلة لم يكن كافياً، فمسيرة يوسف البليلي باتت مهددة بالنهاية الحتمية خلال الفترة الحالية، فتحذيرات رسمية قد تجبره على الاعتزال. سلسلة لا تنتهي من الأزمات دخل فيها الدولي الجزائري يوسف البليلي، فهذا الشاب الموهوب الذي كان الجميع ينتظر له مسيرة غير مسبوقة في أوروبا بات مهدداً بالاعتزال الإجباري من إيقاف لمدة سنوات طويلة نتيجة التورط في طاعات مواد ممنوعة وأزمة مع كل فريق يلعب بقميصه ونهاية محبطة لرحلة احتراف متخبطة. بات البليلي في ورطة جديدة، أسابيع قليلة هي ملخص رحلة البليلي مع ناديه الجديد مولودية الجزائر بعد العودة إلى بلاده مرة أخرى، لكن هذه الأسابيع كانت كافية ليدخل في أزمة أخرى. الاتحاد الدولي لكرة القدم وجه تحذيرات صارمة للاتحاد الجزائري لكرة القدم، وطالب فيها بإيقاف يوسف البليلي لاعب اتحاد العاصمة، وهذه المرة الإيقاف لأجل غير مسمى. البليلي انضم لتوه إلى اتحاد العاصمة الجزائرية بعد رحلة احتراف لم يكتب لها النجاح في فرنسا، والتي انتهت بهروب مدون من صفوف نادي أجاكسيو. اختفى البليلي بين يوم وليلة، واكتشف بعد ذلك أنه عاد إلى مسقط رأسه في وهران، وقرر عدم استكمال مشواره مع الفريق الذي لعب له لبضعة أشهر فقط. الاتحاد الدولي لكرة القدم طالب البليلي بدفع الغرامة المقررة عليه مسبقاً لصالح نادي أهلي جدة السعودية، والذي لعب في صفوفه من سنوات. البليلي لعب لأهلي جدة في عام 2019، وبعد الفشل في التأقلم مع الأجواء والأزمات المتكررة مع الإدارة والجهاز الفني، رحل سريعاً عن صفوف الفريق. وفي عام 2020 اتفق الطرفان على فسخ التعاقد والرحيل عن النادي بشكل ودي، لكن هذا الاتفاق كان يتضمن حصول أهلي جدة على 500,000 يورو من جانب البليلي، لكنه لم يدفع المبلغ حتى الآن، لتقوم إدارة أهلي جدة بالتقدم بشكوى رسمية لدى الجهات المختصة في الاتحاد الدولي لكرة القدم للمطالبة بالحصول على المبلغ المستحق. بشكل قانوني فإن البليلي مطالب بدفع هذا المبلغ خلال الأسابيع القليلة القادمة، وإلا سيتعرض للإيقاف، وربما توقع غرامة أخرى على اللاعب الجزائري. إيقاف البليلي في ذلك الوقت ولأجل غير مسمى قد يعني نهاية مشواره مع كرة القدم بشكل نهائي، خصوصاً مع تقدمه في العمر وتراجع معدلاته البدنية، هذا بخلاف أنه سيكون مستبعداً من قائمة المنتخب الجزائري خلال النسخة القادمة من بطولة كأس الأمم الإفريقية، وهو السبب الأساسي لسعيه للعودة سريعاً إلى مستواه في الفترة الحالية. مع مولودية الجزائر وحتى الآن قدم البليلي مستويات مميزة رغم التراجع الكبير في مستواه خلال الفترة التحضيرية للموسم الحالي ونجح في تسجيل هدفين في مواجهتين خاضهما مع فريقه. وفي حالة نجح البليلي في التخلص من أزمته الخاصة بمستحقات أهلي جدة واستمر على المستوى الذي يقدمه مع المولودية، فإن مكانه في صفوف المنتخب الجزائري سيكون مضموناً، خصوصاً وأنه رغم كل هذه المشكلات يحظى حتى الآن بثقة جمال بالماضي المدير الفني لمحاربي الصحراء.